انا اتضربت، انا مش متخيله انتوا ازاي عاملين كده. انا دي ضربتني يا لهوي، انا مش متخيله، انا مش متخيله. انا لو في بلد محترمه انا صدقني كنت سجنتها. بس نشوف اخر الدنيا ماشيه ايه. ايه؟ انا انا ما غلطتش في بلدي، انا بقولها في بلد محترمه علشان هي لو عارفه يعني الدنيا ماشيه ازاي واللي المفروض تبقى رجاله محترمه ومسؤوله. دي جابت لي ده، ده انا بقول لها عامله عمليه، انا هجيب لك اذن العمليه. انا عملت ولا عامل اول امبارح خياط؟ لا وليه؟ هو ليه؟ كله شغال الجسم فوق، كله شغال الجسم في معاكم، كل اللي شغال الجسم. طب ايه يا عم؟ ايه؟ طب اقول لك ليه؟ عامله ايه عمليه؟ خلاص خلاص لا لا عمليات. لا ما انتوا عارفوني فوق، ما عارفونيش فوق. قول كلمه حق، مش بيشدوكي. قول كلمه حق، ما عارفونيش فوق، ما عارفونيش فوق. قول كلمه حق. ما انا بقول انا حقك. قول دكتوره شايفه اللي كنت بتضربي فيه دراعك؟ ضربتي والتانيه اللي لابسه احمر وتعضني. اهدي بقى واقعدي بقى. طب اهدي بقى واقعدي بقى مع الست اللي هو بالراحه. وايه؟ في الكف هنا في صدري. تليفوني فين؟ لا انا تعبانه، لا انا تعبانه، انت مش متخيل انا تعبانه جدا وعايزه اكلم حد من اهلي. ما هو اللي هو مصطفى والعبيد ايمن من اهلي. سيد سيد شرب الميه؟ عايزه اكلم حد من اهلي. الست اللي هو طيب هو بيقلبني. يا رب ارحمني. هكلم لك دلوقتي. كلموا لي دلوقتي عشان يجي لان انا تعبانه. طب الاجابه دي بس. انت عندك اي حاله نفسيه او عصبيه؟ رد عليا يا ربي. كلمني يا ابويا. طالبه عندكم يا دكتور؟ طالبه في قسم اللغات؟ للاسف. ايوه عندنا لغات شرقيه سنه كام؟ ثالثه. اكتب اكتب. كلمني يا ابويا. عمليه استرسال ورم وجاية متحايلة على نفسي وجاية امتحن ومش قادرة دماغها تتفكر من الأدوية وقلت كلمة وقتي صوتك لو سمحت. قلت لها والدك حالة اهو. والدك رقم كام؟ 8 5 8 اطلع معايا يا سيد، اطلع معايا. بس واحد فيكم يبقى امين ويقول كلمة حق. راجل بس ولا ست برميت راجل تقول كلمة حق. الهي يا رب وربنا شاهد عليكم عشان جسمي اللي اتعرق والدم اللي نازل. بابا حالة تجيلي الكلية. حالة يا بابا هتسيبني. ايه الكلام؟ بنتك لو اتعامل فيها كده، بنتك لو اتعامل فيها كده، اتعامل فيها. انت مش شايفة؟ لا ما تقلقش يا بابا. لا ايه؟ لا يا بابا بيضربوني. خد يا عيني.